بين السجين والسجان علاقة ليست على ما يرام، ولكن ما حدث في معتقل غوانتانامو كان استثناء. ففي إحدى ليالي عام 2004 تغيرت حياة الجندي تيري هولدبروكس الذي كان في نوبة حراسة عندما نطق الشهادتين معلنا إسلامه أمام سجين مغربي يكنى بالجنرال ويحمل الرقم 590. القصة الكاملة بما سبقها وما ترتب عليها من قناعات ورؤى جديدة للحياة والمعتقد نتابعها بلسان تيري هولدبروكس نفسه. اسمي تيري هولدبروكس، كنت سابقا بالجيش وعملت حارسا في معتقل غوانتانامو حيث اعتنقت الإسلام. قبل ذلك كنت أقضي معظم أوقاتي مساء في شرب الخمر بإفراط. التحقت بالجيش لأني أردت لحياتي أن تكون أفضل مما كانت عليه حياة والدي. أخذوني بالطائرة إلى جراوند زيرو لرؤيته، وكان ذلك آخر ما شاهدت في أمريكا قبل مغادرتي إلى غوانتانامو. لقد كانوا بحاجة لزرع هذه الكراهية تجاه هؤلاء الناس. هم 775 شخصا، لم يكن بمقدوري تصور هذا العدد الهائل من المتآمرين، وقد بدت لي الفكرة سخيفة. وهذا ما ثبت لاحقا، فنحن أرسلنا 550 منهم إلى بلدانهم الآن، وهم لم يكونوا مذنبين، لقد كانوا دوما بشوشين. فللمرء ما يستمتع به في حياته وفي دينه، أما أنا فكنت محروما من ذلك. كثيرة هي المرات التي تم فيها تسجيل الأذان للصلاة وما يردده السجناء في صلاتهم. كان ذلك بالنسبة للجنود مجرد مصدر إزعاج. لم يكن هناك اهتمام بثقافة هؤلاء المساجين، ولم يتوقع أحد أن بعض الجنود سيتحدثون إليهم. السجين 590 الذي يكنى بالجنرال كان ذائع الصيت، كان يطرح أسئلة تدعوك للتفكير دون أن يدخل في محاججة معك، وهو الذي عرفني بالإسلام وقد نطقت بالشهادتين معه وهنأني على ذلك. أعتقد أنه من الممكن جدا التكيف مع الإسلام وأن نكون مسلمين جيدين وأن نكون أمريكيين في الوقت نفسه. من الأمور التي لفتتني عندما اعتنقت الإسلام هو أنه ما إن يوصد باب حتى يفتح الله بابا آخر أفضل. وقد اكتشفت الإسلام في غوانتانامو بينما لم يتسنى لي ذلك في أي مكان آخر من العالم.